الرجل العالمي كيحقق انتصار مهم على فريق اولمبيك اسفي، وبعد الانتصار على فريق اولمبيك اسفي رسميا فريق الرجل العالمي كيتاهل دور ربع نهائي لكاس العرش. ولكن واخا فريق الرجل العالمي شفنا كينتصر على فريق اولمبيك اسفي بنتيجه ديال 2-0، ولكن هذا الماتش هذا بكل صراحه كان دراماتيكي بكل المقاييس. وسبحان الله دائما فريق الرجل العالمي تيكون مواجه فريق اولمبيك اسفي كتعرف بلي هذا الماتش هذا غادي يكون فيه واحد المرض اللي كبير، وهادشي اللي كان بطبيعه الحال حتى في هذه المباراه هذه. بعد الماتش هذا بكل صراحه فريق الرجل العالمي كان مقسوم لجوج ديال الحوايج، فريق الرجل العالمي اللي كان في الشوط الاول متوسط، وفريق الرجل العالمي اللي كان قوي بكل المقاييس مور الدقيقه 70، وهادشي بطبيعه الحال راجع لبزاف ديال الحوايج واللي غادي نهضر عليهم في هذا الفيديو. نبداو بعدا بالشوط الاول اللي كان فيه فريق الرجل العالمي متوسط. جوزيف زينباور شفنا بدا الشوط الاول بواحد التشكيله اللي مغايره 180 درجه، وشفنا دار بزاف ديال التغييرات لهاد التشكيله، منهم مثلا دخل محمد زريده كظهير ايمن، وزيد عاوتاني دخل كامارا كاساسي، وخا في هذا الماتش هذا كان مهدي مبارك وزيد عاوتاني ايرفيغي واجدين باش يلعبوا، ولكن شفنا زينباور كيعتمد على كامارا كاساسي. اما من ناحيه الهجوم عاوتاني دار نفس المشكله اللي كيديرها بزاف ديال المباريات، هو اعتمد على الزرهوني في راس حربه، وخا كما كنعرفوا مهدي موهوب كيطمع على واحد المستويات اللي ممتازه، والتشكيله اللي دخل بها جوزيف زينباور اثرت على المستوى ديال اللاعبين، وهادشي اللي خلانا نشوفوا فريق الرجل العالمي في الشوط الاول ضعيف واحد شويه. وشفنا فريق الرجل العالمي طيله الشوط الاول ما كيديرش محاولات خطيره، واش راجع لان اصلا فريق اولمبيك اسفي دخل هذه المباراه هذا هو خايف من فريق الرجل العالمي، واش خلى هذا الفريق هذا يعتمد على الدفاع الكلي طيله الشوط الاول، واش خلانا نشوفوا في الشوط الاول فريق الرجل العالمي هو المستحوذ على الكره، ولكن بالمقابل كان واحد الاستحواذ اللي سلبي. وزاد عاوتاني نهضر على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي بانت لي في الشوط الاول، واللي هو المستوى ديال الهجوم وخصوصا بقياده نوفل الزرهوني. فبكل صراحه اللي كنشوفوا فريق الرجل العالمي ما كيلعبش مهاجم صريح، هادشي كيأثر على الهجوم ديال الفريق، وهادشي اللي كان واضح في هذا الماتش هذا في نوفل الزرهوني، لان شفنا نوفل الزرهوني في هذا الشوط الاول فقط يلعب كراس حربه صريح، بزاف ديال المحاولات كان كيتحول للاجنحه، وهادشي راجع لان نوفل الزرهوني هذا ماشي المركز ديالو الحقيقي، وهادشي بطبيعه الحال اللي اثر على الهجوم ديال الفريق. اما من ناحيه ثاني نقطه اللي مهمه واللي بانت لي في هذا الشوط الاول، واللي هو المستوى ديال خط الوسط وبالتحديد اللاعب كامارا. فهاد اللاعب هذا واخا دخل اساسي مع فريق الرجل العالمي، ولكن ما قدمش نفس المستوى اللي تيقدمه مهدي مبارك، وخصوصا من ناحيه التنظيم ديال خط الوسط وخصوصا الهجوم، وهادشي خلانا ما نشوفوش بزاف ديال الهجمات خطيره لفريق الرجل العالمي في الشوط الاول، وخلى فريق الرجل العالمي يسالي الشوط الاول بتعادل سلبي 0-0. اما من ناحيه اهم النقاط اللي بانوا لي في الشوط الثاني، وبكل صراحه فريق الرجل العالمي بدا الشوط الثاني هو مزعزع بزاف، وهادشي خلى فريق اولمبيك اسفي يستغل هذه النقطه هذه بالتحديد، لان فريق اولمبيك اسفي في اول 10 ديال الدقائق من الشوط الثاني دار ثلاثه ديال المحاولات اللي كان خطيره وبكل سهوله كان يمكن له يسجل على فريق الرجل العالمي. وبلا ما نهضر عاوتاني بعد ما فريق اولمبيك اسفي ضيع ثلاثه ديال المحاولات الحقيقيه، زاد موراها ضيع حتى ركله جزاء، وتصوروا معايا لولا الانقاذ الاسطوري ديال انس الزنيتي في هذه المباراه هذه لكنا غادي نعيشوا واحد الشوط الثاني اللي صعيب بزاف على الفريق، لان كما كنعرفوا باللي فريق الرجل العالمي اللي كيستقبل الهدف هنا فريق اولمبيك اسفي كان غادي يرجع باش يشد الدفاع الكلي، وهنا من الصعب ولا من المستحيل باش تسجل على فريق اولمبيك اسفي. وهنا غادي نهضر على واحد النقطه اللي مهمه على انس الزنيتي في هذا الموسم هذا، فكما كنشوفوا باللي انس الزنيتي في جميع المباريات القويه اللي كان كيعيشهم فريق الرجل العالمي في هذا الموسم هذا فهو كيتالق لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وفي هذا الماتش هذا بين البصمه ديالو. وهنا بطبيعه الحال غتوقع واحد النقطه اللي مفصليه، وخصوصا وبعد ما شاف جوزيه زينباور فريق اولمبيك اسفي كيضغط على فريق الرجل العالمي بكل قوه، هنا جوزيه زينباور غادي يدير تغييرات اللي مهمه بزاف، منهم دخل مهدي موهوب باش يلعب كراس حربه صريح، وزاد عاوتاني دخل مهدي مبارك باش ينظم خط وسط الميدان، وزاد عاوتاني دخل حتى محمد بولكسوت باش يعطي واحد القوه للجهه اليمنى ديال الفريق. والتغييرات اللي غادي يديرهم جوزيه زينباور غادي يعطيو الاكل ديالهم بواحد السرعه اللي كبيره بزاف، وبعد ما دار التغييرات هذا فقط بخمسه ديال الدقائق فريق الرجل العالمي غادي يسجل الهدف الاول، بعد واحد السونتاج اللي كان رائع من بن العمري، والكره غتوصل عند مهدي موهوب وغادي يسجل الهدف الاول، وبعد هذا البيت هذا اللي سجلوا مهدي موهوب فريق الرجل العالمي غادي يتحيد عليهم الضغوط كاملين، وهادشي غادي يخلي عاوتاني فريق الرجل العالمي باش يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 86. عاوتاني شكون اللي غادي يسجل هذا البيت هذا هو مهدي موهوب، وبعد جوج ديال البيوت اللي مسجلهم مهدي موهوب في هذه المباراه هذه مره اخرى كيتبت باللي غادي يكون بين افضل المهاجمين في البطوله الوطنيه. المهم هذا الانتصار ديال فريق الرجل العالمي في هذه المباراه خلاه مستمر في المنافسه على ثاني لقب لي في هذا الموسم هذا. الموقف مثل الفيديو بطل الكومنتات وعطوني افضل لاعب اللي كان في هذه المباراه، ويلا كان معكم حفيظ وتهلا.